تحتاج جميع الكائنات الحية للماء من أجل البقاء على قيد الحياة، ولذلك يعتبر الماء من أهم الموارد لدينا. وحيث أن السكان في زيادة مستمرة، يزداد الضغط على الموارد المائية، وحالياً هناك 40% من سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني من ندرة المياه، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط واحدة من هذه المناطق. وحيث أن الماء يعتبر من الموارد المهمة، نحن في حاجة لإيجاد طرق ذكية لاستعادته، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا المورد الثمين. وحيث أننا نمتلك خبرة لأكثر من 25 عاماً في منطقة الشرق الأوسط، نحن متواجدون في 10 دول في المنطقة بأكثر من 3000 موظف من ذوي الخبرة، حيث تقوم شركة فيوليا بإدارة مشاريع المياه، بداية من تنفيذ التصميم والبناء عالي المستوى إلى أعمال الهندسة وتوريد المعدات، ومن المعالجة الكيميائية للمياه إلى إدارة العمليات. كما نقوم باستخدام خبرتنا الواسعة وابتكاراتنا وتقنية إدارة المياه المتكاملة لحل المشاكل التي تواجهها البلديات والمنشآت الصناعية. كما تقوم شركة فيوليا بتوفير الموارد لمنطقة الشرق الأوسط من خلال تسهيل الحصول على المياه الصالحة للشرب، بتحلية المياه المالحة، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومعالجة المياه المستخدمة في صناعة النفط والغاز. ولا تتوقف المسألة فقط عند تحلية المياه وإنتاج المياه الصالحة للشرب، ولكننا أيضاً نقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي التي تتجاوز معايير المعالجات التقليدية من أجل جعلها صالحة لإعادة الاستخدام لأغراض الري أو الاحتياجات الصناعية. وباستخدام خبرتنا الواسعة في مجال التقنيات والمهارات المتقدمة عبر شبكة خطوطنا العالمية، تم تحليل الأسواق والاتجاهات والمنافسين، وتم قبول مفاهيم ابتكاراتنا في تغيير قواعد اللعبة وتحدي الحلول المدمرة عبر المجتمعات والشركات. معاً نستطيع أن نساعدك في إدارة مخاوفك حول ندرة مصادر المياه، أو تحقيق أقصى قدر من كفاءة مصنعك لتقليل نسبة استهلاك المياه، حيث أن شبكة مشاريعنا الناجحة قد خلقت حلولاً مستدامة للعملاء وللمجتمعات وللبيئة. ولذلك يرانا العملاء كشركة رائدة في مجال الاستدامة، كما تشارك فيوليا بشكل فعال في جعل موارد العالم بين يديك.